شباب احنا قلنا وين وصلنا بالاخير؟ قلنا خلنا نمش هذه طيب اي أيوة والله حلي اذيني قلنا ايش قد كانت الكواليتي؟ لا الكواليتي هاي مش كانت ولا غيرها نسيت بالنسبة لهذه أتذكر أنا هيك شيء شو طلع عندي غير شيء إيه بوينت ثلاثة ثلاثة نعم 300.33 جيد هسه السؤال يطرح نفسه لو زيدنا عدد النودات هل الكواليتي تبقى ثابتة أم تتغير؟ أريد هسه كل واحد يخلي هنا غير 20 أو 40 أربعة خلص ما عرفت نحاول على غير جملة خلصتوا؟ يعني قرفتوا ال يلا خليني أنا راح أشتغل ما مشكلة لا لا نضيع وقت ما يخالف أوكي احنا هم ناويين نبدي غير شيء ما يخالف بس راح أغير هسه هاي مختارها أنا 20 راح أخليها 40 ونرجع على المش فيس خلاص ونروح على التشيك الريشيو لا خليتها كما هي بس اريد تعرف بقت كما هي صارت مع العلم 1200 اذا اوكي هي احيانا وليس دائما انه تتاثر عندك الكواليتي غالبا مو دائما طيب حاليا راح ننتقل الى ال 3 دي سألتوني شلون السيف تروح على الفايل طبعا انت اوريدي اول ما فتحت شباب خلي في بالك انت اول ما فتحت لا خليني اغلق سيف از حتى انا هدي وياكم من جديد حتى تعرف شلون السيفنج شلون يصير سيف مو هسه سيف اول ما تبدي راح افتح من جديد هذا الفولدر عندي فولدر انسز هذا راح اول ما افتح الجامبت راح يسالني وين تريد تخزن الدايركتوري مالتك اقول له براوز الديسكتوب هذا الانسز اوكي اوكي هذا اسمه لان عندي واحد هسه خزنته هسه سميته اف اف تريده هو ولا غيره فمن هسه راح تعطي اسم التخزين تخزين من اول ما تفتحه مو ورا ما تفتحه واضح حسميه 1 فبراير 2015 هسه بدا التخزين لاحظ وياي مع ذلك هسه مو اشتغل عندك هذا البرنامج اشتغل اوكي راح اروح للملف وين هذا الفبرواري هذا صح هسه هذا هو اصلا اوريدي مخزون شغال هسه عندي كودا بعدني ما مشتغل اي اعاز بس ملف واحد من اشتغل بي شوف هسه هذا الاف اف هسه اللي خزنته جورنال هذا مختصر جورنال شكو اعازات انت اشتغلتها خزن في هذا الملف وزائدا الملف الداتا بيس هذه هذا دي بي اس داتا بيس زائد الملف نفسه اللي انت شن ترسم به واضح يبقى اكو ملف رابع تحتاجه اللي هو المش ام اس اتش مختصره ما خزننا به هذا هو اللي احنا نحتاجه فصير عندك من كل عمل اربع ملفات تخزن من كل جيومتري الشغله تنخزن عندك اربع ملفات واحد قلنا داتا بيس واحد الجورنال اللي هي الاعازات اللي انت اخذتها الملف نفسه زائد عندك المش اربع ملفات طيب اذا هسه انا ما احتاج اسيف انت بس اغلق خلاص هو مسيف من قاعد هو من اصلا مسيف واضح اذا سيفنج اول ما تفتح زين برده خليه ينزله اذا تريدون اذا محترين الشباب تريدون
إذا تريد نزل ال. هذا من هذا طفيت حقيقة. زين. هسا عندنا طريقتين لل 3D mesh. راح نأخذ أيضا الشيء standard configuration اللي هو الدكتل المستطيل. طريقتين إما أنه نعم. أيوة. أنا هاي سويت ظهرت عندي الجورنال وبين كلهم طلع بس من أريد أفتح من جديد. مو تروح على الملف تفتحه دبل كليك ما يشتغل عندك وانما افتح الجامبت نفسه فتحت الجامبت وين الخزن عندي هذا الملف اوكي هذا واحد يقول هيته موجود تريد تفتح القديم منه اختاره من السيشن هذا السيشن شايفه اختاره شايفيه خلاص راح افتح هذا اوكي راح واضحه فقلنا عدنا ل 3D انت هذا البراوز هذا السي شايف هاي البارتيشنات عندك يعني حتى لو تريد تفتح ملف في الدي في الاي في الاف في الثيرنال هارد راح تلقاه موجود اصلا هذا هنا فهذا السي طيب لاحظ دبل كليك عليه السي موجود عندك قلت على الديسكتوب طبعا انا كنت على الديسكتوب كانسل براوز هذا هسه هاي الديسكتوب موجود اوريدي خزنته وتريد تفتحها ونبي نغير المكان قبل لا تفتح الجامبت شيله كوبي روح على الملف كوبي وخليه على الديسكتوب انت تندله ولا ما تندله اصلا هو هذا ما تندله ما تندلك لا ما هو اصلا اذا تسمح لي اقدر اغير بسيت اسفي مكان ما هو اسمح لي انت اول ما تفتحها شوف باي ديفولت وين يروح المفروض هسه انا هسه عندي هذا شايفه استاذ بشير الان هو هذا الديفولت فالمفروض عندك عدة ديسكتوب موجود بالضبط Thank you.
هذا ليس عليه شوف وش أنا أقصد هنا أنا لازم يوجد من هذا عندك C users أنا عندي هامدي ديسكتوب فشوف إيش أنت المسار اللي عندك دايركتوري هذا الموجود اللي عندك شوف إيش يقرأ طيب وين وصلناها قلنا سبب الفريدي عندنا طريقة تريانة بسبب الجيومتري تعمل لها مش H ثم تعمل لها السير فيس ثم فوليو أو إنه راح نعمل لنا فيس نعمل لها مش ثم نعمل لها إيش مع المش مع المش واضح فراح ندي بهاي الطريقة الأولى ثم هاي الطريقة الثانية. الطريقة هذه هنأخذ هذه 10 ارتفاع بعشرين بمية لكن المش راح تكون M 20 خليها M. أنا كان في بالي أدلكم على شيء وراح في المثلث. كلمنا على إن لو كانت 13 عقدة. ذكرت لكم هم 20 و 24. كان مقصود هون. يوم خلي وجهة تبدأ طيب 30 وخلي هذه أيضا تبقى 100 الآن أبعاد معلومة عندكم 10 ب 20 ب 100 والمش 20 ب 30 ب 100 وريد تعمل لها مش إتش فيس فوليوم طبعا دايركت تسوي الجيومتري فوليوم مرة واحدة يعني لا تروح على الفيرتكس وبعدين توصل هنا ايج ومش عارف ايش مباشرة راح اروح على الجيومتري فوليوم هذا البريك هذا البريك في الاكس في الواي وبالزد بس مو سنتر تخلينا اياه موجب اكس موجب واي موجب زد لا تضغط على apply إذا أنت ما عامل نفس الموجود قدامك بالشاشة لا تعمل apply إذا مو تكون أنت عندك نفس هذا الموجود بالشاشة 20 10 100 كلامك صحيح يطلع لك وجه فقط لا لما تروح على هذا الاوبشن صار عمار نعم صح؟ يعني عندك أخضر غامق وليس أخضر فاتح صح لو لا؟ نعم الشباب البقية أوكي؟ أبلاي مثل ما قال سيد عمار طلع عندي وجه حتى أتأكد أنه وجه مع العلم عندي أخضر غامق مو فاتح راح أضغط على ملتي فيو صار عندي فعلا أوكي بريك زين وين اروح هسه بعدها؟ مش ما راح اروح على المش هاي مش بعدين على دبل ايج على ايج ينفع اربع اركان اه حلو هنا شباب على سبيل المثال على سبيل المثال اذا هنا 30 هنا ايش قد؟ 30 هنا ايش قد؟ 30 وين يقول المقابل؟ اذا راح اختار اربع اطلع برا اي وهل مجرد باقي الاطلاع يعني؟ مش هذا من الايدج دخلنا على الايدج هسه هذه الايدج شايفينها واحد اثنين اربعه ثلاثين كم
كنت 30 أم 30 أم 20 أم 100 30 بالنسبة للعرض أم 30 والارتفاع 20 كم جيومتري الراد لكوزيه اي لا لا حاول الممارسه هي تحفظك الاجزاء من الممارسه راح تحفظ هذا الجزء لان البيك هذه اسهل من انه تسميها منو كمل هذه كملت خلاص اذا نحاول على الفيس لا فيس اول شيء فيس بعدين فوليوم لا فيس الفوليوم هو البطن قلب ولكن الفيس كيف احنا باوعوا هسه باي ديفولت هي كوادريتيك بيل صح احنا نريدها ماب تتحقق هذا الشيء لو لا خلينا نختار الاسطح كلها كل الاسطح شوف يا شباب شو نختار الاسطح كنترول واسحب الماوس هاي الاسطح كلها ستختارينها اها لا لا اختاريت انا بس المتشابهات المتشابهات فقط اه مو مشكلة هاي سلكت منها سلكت اول سلكت اول اوكي كوادريتك ماب خلينا نشوفها تشتغل ولا لا حلو ما عندنا مشكله هذا الوجه بدليل لونها اصفر فاتح شوف هسه لما اميش الفوليوم راح يتغير لونه بالضبط بالضبط لا يبقى يبقى لا يبقى هسه عندي فوليوم واحد راح اختاره شوف اختار لي هكساجونال ماب هكساجونال سداسية الاسطح والسطح عبارة عن ماب ابلاي شوف اللون راح يتغير عندك صح صح لا الاصفر لا الاصفر صار برتقالي لا الجوانب ما تغيرت لا نختبرها للمش ولا ما حاجه تشيك الكواليتي ولا لا والماكسيمم صغيره جدا 1.3 بالفوليوم اي ما هاي الفوليوم مش فيس لا مش فوليوم هاي عندك انت مش فيس لا تلعب بها ما تحتاجها لان مو هذا هسه عندي انا برتقالي انت عندك اصفر لونه روح على الفوليوم ما يشي الفوليوم بس هاي انا اشوفها دائما ما تلعب بها لان انت اصلا عندك عقد هذا لما انت ما عندك عقد هذا لما انت ما عندك عقد تروح دايركت على الفوليوم تتحكم من يم الفوليوم لكن طالما عندك عقد هذه ما تشتغل اختبرت المش
في عشرة في عشرة جدا أوكي زين ما فهمت شلون يعني تعديل ما نسوي زين هسه هذا منو يسوي له فوليو منو يسوي له مش هسه هذا الفوليو منو اللي يسوي له ومنو ما يسوي له مش لا انت سوي لك كفول يعني اي خاص هذا اللي يجي الامام اي اشتغل يعني الوجه الامامي اها الوجه الامامي تشتغل عليه جزء من عندي ما احسن يعني ليش والباقي ايش نسوي له؟ يعني ما احسن شغلك يعني ما احسن شغل يعني اي ما يخاف بس انت جبت فتره ما شفتك يعني ها انت جبت اذا كان كامل فبتسمع كامل نعم طيب اذا انت ما تحتاجه ليش رسمته اصلا اذا انت ما تحتاجه لا لا اي اي ترسمها هي بس الباقي ما ترسمها اصلا لا انا قصدي انت ما زين هاي الطريقه مش سهله بسيطه جميله انه عملنا الفوليوم وعملنا حطينا عقد على على الاظهر ثم عملنا مش للفيس ثم للفوليوم سؤال لو كان ردنا نستخدم عمليه ال باستخدام السلندر ارسم الدائره وبعدين اختار الفيس فيس مع الدائره نفس الدائره انت تسوي لها على وجهك على الدائره مسافه البطخ كم هي نفسها راح تخلي نفس الطول 100 100 بالضبط 100 وريد ايضا مش 100 اوكي و نفترض 10 آر 10 والإم على المحيط كان يكون 50 50 عقدة على الآن يعني ما أحتاج بعد نحتاج هذا الجيومتري راح أسوي له ديليت أو إذا تريد تسيف سيف ما شنو ما يصير؟ يرسم محمود الإنسان الفوليوم عندك واحد بس اوكي عشان
نفسي ترى هسه هاي المش هي نفسها هذه؟ لا صبرك بعد ما غير شيء. لا هسه هذه راح اختار هذه المش. غير لي اياها من الفوليوم، تقدر تتحكم بيها بدون هذا الاسطح؟ شوف هو اوريدي لما اخذ ما اخذ كوادريتك ماب، ما اخذ، وهاي هايبريد لازم هجينا. لاحظ فشوف عادت تميش. لا ما اعرف، شوف الوقت اللي اخذته. اوكي، هل هاي المشكله نفس الاولانيه تقدر تحكم لي بيها؟ فالفيس هو اللي يتحكم بنوع القلب الفوليوم. ايش فيس فوليوم؟ لا بلا شك، بلا شك. حتى تتحكم بنوع المش لازم من الفيس اتحكم بنوع المش. طبعا انتوا طلعتوا الكواليتي وقلتوا 6000 زائد الكواليتي 60000. طيب خليني اشوف انا هذا ايش قد صارت حاليا على هذه التترا هيدرال. ألف والكواليتي 0.75. ايش قد فرق بين ما كانت 0 في 10 قوى ناقص 10 صارت 0.75؟ تخيل. هسه شفت ايش قد أهمية المربعة عن المثلثة؟ هو طبعا الكواليتي تحس بيها بال 3D جدا، يبين عندك الكواليتي. جزء ما حسينا بيها بال 2D، بس شوف ايش قد فرق طفرة من 10 ناقص 10 إلى 0.75. وانظر إلى الجدول باوع إلى وصل 0.8. تخيل إلى 0.8، هاي كلها عندك هاي يسموها worst measurement. طيب الجدول يعني نوصل 0.8 عندنا نرجع بعد اكو worst. هسه شوفي هنا، اي اشتغلت زين. رينج طبعا 3D بالمناسبة، هذه صارت 3D. ياهو الاليمنت اذا انت شاك بيها ففعلها كلها، بس انا متاكد انه ما عندي هاي الاليمنت ولا عندي هاي الاليمنت. طيب سيكيونس كواليتي ورسمش، شوف التوزيع باوع التوزيع هذا. احنا قلنا اذا كان هنا كله معناته هو افضل شيء، كل ما اقترب من الواحد فهو يبدي يصير أسوأ. نبدي بالدائرة. اوكي. سيفون كيف؟ تريد سيف تفتح من جديد؟ ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. اعمل سيف، بالمناسبة ما حاجة تغلق أصلاً، تقدر تعمل سيف أز. شوف وياي سيف أز، راح أنطي اسم جديد.
واحد فبراير، هاي ثاني سكشن اكسبت، راح اقول له ديليت هاي جيومتري حتى امسح الفوليوم. عندي 1 فوليوم ابلاي. اوكي هسه نطفت عندي الشاشه من الجيومتري فوليوم ديليت جيومتري فوليوم ديليت مسحت. مسحتوا يا شباب؟ نبدأ بالدائرة؟ يلا نبدأ بالدائرة. هذه سيركل وينها؟ عفوا بالفيس، آسف. روح على الفيس سيركل. ايش قد قلنا الرادياس؟ 10. خليها سنتر اكس واي حتى الاكسترود راح يصير على الزد. نعمل ابلاي. هسه احتاج هذا الفيو، هذا الايزومتريك ما يخدمني، احتاج هذا على مود اعمل له مش. قلنا ايش قد نخلي عليه عقاد؟ طيب 50. هذه الاكونت ماخذها هو 63، اذا ناخذها 50. ابلاي. نعم قطر 10. قطر 10 لا مو قطر، نصف القطر. نعمل فيس مش. ونقدر يحقق لنا الماب. كوادريتك ماب من يقدر يحقق لنا اياه؟ كوادريتك ماب من يقدر يحققها؟ هسه راح نجيها. هسه الماب بتحقق؟ ما بتحقق عندكم ولا لا؟ لا ما طيب البيف. ممكن ولكن الكواليتي تبعها ضعيف. ضعيف البيف. فحتى نحقق المش الماب راح نحتاج الى تحويل في هذا الشكل. اسال الواحد يقدر يقول لي اقدر اقسم هاي الدائره الى اربع الى قطع صغيره، خلينا نقول من اربع اضلاع. كيف نشطبها للدائره؟ من يشترى لنا اياها للدائرة؟ حاولينا، قومي حاولينا بها. حاولينا ارسميها يمك، ارسميها ارسمها يمك وشوف تطلع. جميل قومي ارسميها. نعم وتقسمها. يعني هسه انت انت توافق الراي على هذا الشكل؟ زين زين، يعني اسوي سبليت على المحيط اربع سبليت، صح؟ صح؟ واسم هذا المربع. المربع هذا ما عنده به مشكله، ايش قد قيمة هاي النقطة؟ حتى اوصل هاي لهنا، صح؟
جيومتري ايج سبلت جيومتري ايج سبلت ايج وسبلت كل وصلها كلها سوا وصل هاي المرحله هذه شايفينها يا شباب جيومتري هذه هنا ايج سبلت هي هذا اللي عايز هنا أنا. وصلتوا استاذ احمد استاذ محمود طيب اذا راح نجي راح ناخذ هاي الدائره نعم راح ناخذ هاي الدائره ونقول له 0.25 شوف وين صارت العقده في الأعلى صح؟ صح ولا لا؟ نقول له apply زين هنا شلون؟ زين راح ناخذها نص شو 0.5 على كيفك هسه صار هذا الضلع صار عندنا 3 أرباع ضلع فهي ايش قد نسبتها من ال 3 أرباع؟ نعم يعني ما كان كان كل الطول الكلي هذا ربع لكن هسه هذا الطول الكلي هي ايش قد من هذا الطول الكلي؟ خلي 0.25 شوف وين راح تصير شوف النقطة وين صارت مو صحيحة 0.33 ممكن زين من يقول لي هي احداثياتها هاي اصلا بس احكي احداثيات اكس واي ايش قد هاي قيمتها؟ ماينس 10 و0 هو هسه ماينس 10 اوكي بس الواي خلاص بس خليه لصفر اذا ما تعرفه كل اسمي هسه جت تفت نعم صح بعدين الطول الكلي تغير من المصر دائرة كاملة طول الكلي هسه 3 أرباع الدائرة لا مو 0.75 إذا دخلت 0.75 تجي بجوز هنا وإنما أخذنا أحداثيات ماينس 10 بزيرو صح ولا لا هذه كأحداثية وين صايرة هذه بالاكس ايش قد؟ 10 ماينس 10 بالواي ايش قد؟ 0 صح ولا لا؟
مو يا جماعة كلوز اللي هي من حددنا الكعب أسرع حاجة. أول نقطة بها مشكلة أرجع لها أوكي هسه يا شباب بعدنا كل شيء ما مسوي هاي أول ما وصلنا السبلت اختار وياي الدائرة اختار وياي الدائرة اختاريتها زين حتى اختار نقطة في القمة إيش قد الأكس أي وإيش قد الواي خلاص دخل هنا صفر صفر موجب عشرة خلاص مقتنع أضغط أبلاي أبلاي راح أجي النوبة أكمل حتى أختار نقطة في هذا المكان لازم يكون الأكس إيش قد والواي خلاص هاي راح ندخل هنا ناقص عشرة وهنا راح يكون لازم صفر أبلاي زين بعد منو بقى عندي بالأسفل صح إيش قد الإحداثي بالأسفل بالأكس صفر أريد أن أقص عشرة أبلاي هاي جزأت صعبة منو ما جزأ لي هسه ما صعبت الصفر ماينس عشرة أو صفر عشرة ثاني واحدة ماينس عشرة صفر ماينس عشرة لا ماينس عشرة صفر أنت بس تدخلين ماينس عشرة أريد يصير صفر شلون يعني ما منو كمل أربع نقاط؟ زين سعد عمار كملت أربع نقاط؟ نفس هي كمل يا الله سبقنا سبقنا كملتها سنة أربعة سنة أحمد سنة أربعة
هسه نقدر نشوف الرسم هذا المربع معي يلا يا شباب هاي اربع نقاط قدامك 2 0 0 بنقطه ب 2 ناقص 2 0 بالفيرتكس حدد لنا اياها هاي انا وياك باوع راح اروح على الفيرتكس فوليوم فيرتكس الآن فيرتكس 2 0 0 2 ناقص
بس دير بالك الغي اللور جيومتري، الغي لا تفعله ولا يمسح لك اياه كله. شنو سؤالك سعد احمد؟ Let's
Thank you.
نعم مش إيج. لذلك هسه الأم العشرين اللي راح تخلي عليها عشرين كم ضلع؟ من يقدر يحسب لي إياها؟ ثمانية مضبوط. نعم. اي باي ديفولت باي ديفولت بس انت خليها 20 10 10 الآن أنا وصلت إلى مرحلة الفيس راح أعمل مش للفيس اختاريت إن أربعتهن وهو طاني الديفولت كوادريتك ماب يعني تقدر تحصل على هذه المش هو انطنيها مش أنا اختاريتها يعني بالإمكان أن نعمل هسه كوادريتك ماب شايفينها؟ اختار الماب شوف يشتغل عندك ولا لا ما اشتغل؟ عندك خطأ بالعدد العقد عندك خطأ بعدد العقد عندك خطأ بعدد العقد اختار كل المرات على الفيس او الواحد
الأجزاء على اليسار اختار كل الفيسز اللي عندك كلها باي ديفولت الشطار باي ديفولت الكمار انت حتى داخل يا اخي باي ديفولت باي ديفولت الكمار خلاص لأن الشباب عايش مو كل مشكلة دايمنشن. ايش راح نسوي؟ خلينا نروح على الايزومتريك، خلينا نروح على الشكل الايزومتريك هذا، وراح قلنا نعمل له سويب 100 وحده طول. كيف؟ روح على الجيومتري، انت بالشرح تسوي جيومتري هسه انتهى المش، دور المش انتهى، هسه اريد اخلق فوليوم من فيس. فايش راح نعمل؟ ارجع على الجيومتري فوليوم، صح ولا لا؟ ما انت من تروح على الفيس يعني انت تريد تعمل فيس. احنا نريد نعمل الجيومتري اذا نروح على الجيومتري على الفوليوم. فاروح على الفوليوم وين السويب؟ ايه سويب فيسز. من هي الفيسز؟ كلها اختارها، كلها اختارها خمسة، حتى كلها يبصقها مرة واحدة. ايج، ظن احنا البارح ما استخدمنا ايج. شو استخدمنا؟ فيكتر. اخذنا فيكتر. نعمل ديفاين باتجاه زائد زت الموجب. مش قد وحده 100 ابلاي وذ مش لو وذاوت مش شوفوا شباب، ننقر أبلاي، شوف على الشاشة وحدة وحدة يكمل وحدة يبدأ بالثانية، يكمل الثانية يبدأ بالثالثة إلى كم؟ موجودة.
طيب ايش قد الكواليتي؟ تعرف ان هاي الخطوط الداخليه انتيريا انتيريا تفهمها جيومتري واحد كلها اختارها مو واحد اي هاي هاي خمسة فوليومات بس هاي تشيك خمسة فوليوم تشيك هاي5 جيدة على سلندر 0.5 جيدة جيدة لازم تطلع إيش قد 120,000 120,000 من يقول لي كم عقدة صارت بالمحور الطولي كم عقدة صارت بالمحور إحنا مو حددنا العقد على المحيط ولا الضلع بس إحنا ما حددنا إيش قد عقد بالطول إحنا بس سوينا سويب فكم عقدة صارت بالمحور الطولي؟ خذها باي ديفولت عقدة واحدة لكل وحدة طول يعني 100 طيب إذا أريد ثاني 150 شلون نغيرها؟ هو أنا أريد واحد ينطيني فكرة شلون أغير الميت عقدة بالوحدة بالطول ل 150 أو 75 للجانب نختار اللاين وبعدين بعدين حد يروح الفوليوم يروح عندك الفوليوم يروح الفوليوم هذه أنا أقدر أتحكم بها بس مو أنا تحكمت بهن وأنا دخلت هالقيمة 80 والعشرة مو أنا دخلتهم لكن أنا ما دخلت إيش قد عقدة بالطول هو أخذها وأنا هسه حددنا إنه إلت وأولت مال السلندر إيش فيه؟ إنه أوت وردنا نحط بالإن أكثر عادي هسه احنا مو دخلنا هالقيمة 80 واحنا دخلنا 20 صح ولا لا؟ هاي اذا اقدر اغير
الجزر. اعطيني مقترح، اعطيني مقترح. حددنا اللاينات، بس انت ما راح تحدد هسه اللاينات وتخلي 150 عقدة هنا، راح يروح الفوليوم. شنو فائدة البثق اللي انت عملته هسه؟ راح يروح الفوليوم. انت هسه عرفتوا هو ايش سوى حقيقة؟ لحد ما عرفتوا تذكرون الفيس من سوينا له مش؟ سوى له كوبي 100 وحدة طول. هو نفسه اذا تريد هسه تسوي بهالطريقة هاي ما تضمن انه راح يبيش لك الفوليوم مال هكسابنا مال ناسا ميشنا هكسابنا مال. ليش؟ لان اخذ القلت اللي هو مال وعمل له كوبي 100 مرة. فاهميني ولا لا؟ ما فاهميني ابشر. هسه الفوليوم انت ما راح تعمل له ميش، اي فوليوم عندك اوبشنات الها. هذه الاوبشنات شوفوا وياي، مش فوليوم ممكن ياخذها تتراهيدرال، ممكن هكساجونال، بس ويج ممكن هكساجونال. شلون اضمن انه اقدر اخليها هكساجونال مال؟ نعم الابلاي حتى نثبت الشيء. لا طريقه ثانيه، لا مو طريقه ثانيه. انه لما كانت عندك هذا الفيس وتريد تسوي له سويب، اخذ لك فديج معينه، وعندنا نقطه كانت في هذا الاسفل عندنا نقطه، وارسل لي فد خط وهمي راح امسحه بعدين، واحط عليه 150 عقده، وراح اقول له بدل ما اقول له فكتر بالسويد اقول له عندي هاي اللي امشي عليها. فاذا عندي 150 عقده انا راح اتحكم باكثر عقده راح يعني بدليل. شو راح اكون متاكد من انه صارت مش على العقده اللي انا اريدها؟ 120,000 المفروض تصير اكثر، صح ولا لا؟ فاهميني؟ طيب اذا راح اعتبر انه هذا السويد غير ناجح بهاي الطريقة، راح أعمل له أندو، راح تراجع شوية. شوفوا وياي يا شباب، بس ركزوا وياي وبعدين أعيد الشغل. راح آخذ كوبي لأي عقدة كانت، كل مثلا هذه شايفين وياي، راح أعملها كوبي هذه العقدة، كوبي بالمحور ترانزيت. بالمحور زد ايش قد طولها؟ 100. لا كطول 100 طول 100. لا هي شيء هم ناجحه غلط، لازم اسوي سويب، صح ولا لا؟ وين السويب؟ هاي النقطه بالفكتر يا اتجاه الزد الموجب المقدار 100. سويت ايج ولا لا؟ راح اقول له بالمش ايج حط لي كم عقده هنا انا اريد. هو ماخذها بشوفه باي ديفولت ايش قد؟ 100. راح اقول له 150، صارت 150. واضحه ولا لا؟ لا راح اوضحها اكثر. هاي ال 150 راح اقول له اريدها 1.1 حتى تصير بعد اوضح. اوكي وين ركز لي اياها؟ بالقلت. شايفيها؟ واضحة ولا مو واضحة؟ واضحة. زين خلصت الايدج هاي الوهمية اللي راح امسحها بعدين، راح امسحها ما اخليها، راح اقول له فوليوم سويب كم فيس عندي؟ خمسة. هاي الخمسة الفكتر ما عاد ينفع، لازم اروح على مين؟ طيب ما تختار لي الايدج هاي الايدج. اوكي شوف السهم مال ايج شايفيها؟ واضحه ولا مو واضحه؟ اللي ما يشوف راح اكبر الهيار. بدي اشوف هذا السهم، لو كان السهم عكسي دير بالك معناته راح يثق بالاتجاه المعاكس، فخليها في بالك.
طيب الآن أوكي هاي الخمسة أسطح، هذه الإيج وذ ميش، إن شاء الله الأمور أوكي بسم الله. أكيد كثرة عدد ال كانت 100 صارت 150 صح؟ فلازم يتأخر بعد أكثر لأن صار ميموري سايز أكبر. فشو قد طول؟ باعوا شباب؟ شوفوا هاي المسافة قد طويلة، أنا مهاج قد قصيرة، يعني مو بس تحكمت بعدد العقد، يعني باي ديفولت بالأول أخذها هو العقد اللي كل وحدة طول، زين أنا إذا أريد أكثفها عند الإنليت ما ممكن تحققها إذا ما تستخدم أوبشن الإيج، ما ممكن تحققها. فشوف هسه قدرت أحقق أنه 150 عقدة، لا بل أنه ركزت العقد وين؟ عند الإنليت وخشنتها. لاحظ لازم ننتظرها يعني نكمل. هذه الفوريا يعني ما أستطيع أن هي يعني مركز المشي مكانها بس نعمل لما إيج وعمل سويت إيج. لا ما أقدر أقول إذا ما حيت علم كل الشيء ولكن أنا أبغى على حد علمي يعني. بعد كده بعد خلص أقدر أسويه. هسه راح لازم نسويه دي بس ننتظره يكمل. بعد التوقف ولا نزل. بس هذا إذا كمل الديليت حتى تعرف كيف الديليت كيف حنمسحها. شباب امسح امسح الايج، اروح على منو؟ من يوجهني؟ اريد امسح الايج اللي سويتها الوهميه حاليا ما احتاجها. بالمناسبه شايفين هاي العقد بعد هي لازم هاي ما تبقى، شايفين هاي العقد؟ هاي العقد الزرقاء هاي لازم تنشال لازم تنلغي. فاروح على الايج ديليت، خليني اختار الايج، هذه الايج شايفيها؟ راح اختارها شيفت بالضبط وضروري أبلاي أريدها تشيلها كلها حتى العقدة اللي صارت بالأخير تتذكروها هذه لازم ألغيها. بعد ما شلنا العقد خلي أروح على المش همينة أشيل العقد هذه ديليت أبلاي لا كنترول زد لا لا هو صحيح ولكن بدون هذه الريسيت لا أبلاي إذا لازم نرجع أيضا أبلاي على الإيج اللي كانت موجودة لازم نمسح العقد أول لا أوكي كذا مش كافي حاول فيها حاول بس حاول تسويها وش كمل عندك تجي لا تريد تريد شيء ما عندك تجي الان عنده رجع
عنده لما عملت الجمال ايه؟ يبقى بس الفيس عنده جميل طول مش ساعة. 120,000 مش قد ساعة.
خليك معي يا شباب. عملية مسح هذه الايج بس حتى انتبه عليها، اروح على المش ولا على الجيومتري؟
جيومتري. طيب فوليوم ولا فيس ولا ايج ولا فيرتكس؟ ايج. ديليت. طيب هل تتوقع مهنات مر ايج وحده ولا اكثر من ايج؟ هذا الضلع كم ايج بي؟ مين ومين؟ ما سألت على 150، أنا أسأل كم إيج تمر هنا، وحدة ولا أكثر؟ طيب إذا أكثر مين ومين؟ حلو. إيه جاود 50%. كمل. هي إيج وحدة. بس واحدة. إيه بس واحدة. والباقيات. كل إيج. يعني هسه هاي هسه الماوس بدي اشر عليه هذه الايج كم ايج اكو كم لاين؟ واحد ولا اكثر من واحد؟ اثنين. ليش اثنين؟ واحد ايش سوينا له؟ وحده اللي انا خليتها قلت لكم وهميه، والثانيه لما الجيومتري اجى بثق بهالاتجاه فصارت قد عندي اكثر من ايج، اكثر من ايج. والدليل هسه لما ارفع هسه هاي القائمه اريد اختار هذه الايج حتى امسحها، اول نقره ايش قد رقمها؟ 15. ثاني نقره 13. ثالث نقره 30. اكو نو؟ لا. طيب ليش صارن ثلاثه؟ شلونكم بالرسم الهندسي؟ من عنده درجة عالية بالرسم الهندسي؟ ما اريدها وارجع ل 15 ايضا ما اريدها واخلي بس هذه. بسم الله. حلو ما نمسح شيء بس الايج. اذا 13 هي لا صحيح درجه اشعال من الرسم الهندسي. اذا كم ايج؟ كانت 3 وحتى عندكم 3 لازم عندكم 3 بس مش مسترفع صح؟ لا مسحيته. لا مسحيته.
هذه شايفيها؟ بس هي اريد تقرا عليها فقط، اقرا عليها اكثر من مره الى ان بعد ما تطلع لك شيء بالقائمه، يعني قبل ما تقرا تقف بعد الحاسبه. استنى لا والله صار لي خمس سنوات صار لي تبعي
اوكي اختاري لنا شكو ايج مرتين واحد اثنين خلاص اختار بس في النقطه اخذت 9 احتمال بس شو عندك مين بعد ما بنقرا الرقم عليه بعد النور بعد صار اذا بشلت التشويش ده بس ما بعرف يعني بطلع حساب ال 15 20 22 بعد يعني ما بس هو اللي هو ده